السلام عليكم طلاب الصف الرابع. في هذا الدرس الجديد نفتح كتاب الكلوبلز بوك كتاب الطالب إلى البيج 41 الصفحة 41. في عند اليوم عدة أهداف راح نحققها إن شاء الله. في عندنا كلمات راح نراجعها. في عندنا شوية قواعد راح نحل تمارين هاي الصفحة. وكمان راح نحل فيها راح نألف عدد كبير من الجمل. وهاي الجمل ألفها بالإضافة لقضية تأليف الجمل وتكوين الجمل. راح نتدرب في نفس الوقت على القواعد. وأيضا في عنا ورقة عمل إضافية. هاي ورقة العمل موجودة في كتاب المعلم. نبدأ بسم الله. أوكي، كلمات مهمة للحفظ أبدأ أحكيها عشان تأكدوا أنكم تلفظوها بشكل صحيح. wet رطب dry جاف hot حار cold بارد big كبير small صغير. الكلمات سهلة وبسيطة، لكن إذا في بعضها مش حافظ المعنى لا تنسوا تنقلوا على دفتر إنجليش. حنكون نأتي الآن اللغة والقواعد. اللغة والقواعد احنا تكلمنا عن مقدمة في عنها في الحصة الماضية، هسه بنكمل عنها مع زيادة تثبيت. في عنا صفات. الصفات هاي مرات بستخدمها للمقارنة. كيف يعني المقارنة؟ يعني مرات مثلا الصفة سريع، سريع صفة. كيف مقارنة؟ بتصير أسرع، أسرع أو أكثر سرعة. يعني لو بدي أقارن بين شخصين بحكي مثلا أحمد أسرع من علي، أسرع. فلاحظوا أني بستخدم كلمة أسرع، فهي اسمها مقارنة لأنني بستخدمها لما أقارن بين الأشخاص وبين الناس. لكن مرات في عندي كمان صفة. الصاد هاي اختصار لصفة، صفة مفاضلة. كيف مفاضلة؟ يعني بدي أحكي أنه أحمد أفضل واحد من ناحية السرعة، فبحكي أحمد هو ماذا؟ هو الأسرع أو الأكثر سرعة. أوكي، هاي اسمها مفاضلة. أعطيكم مثال. ويت معناتها رطب، صفة. كيف صفة المقارنة منها؟ أرطب يعني أكثر رطوبة، أكثر رطوبة. المفاضلة الأكثر رطوبة. دراي جاف، دراي جاف. دراير أكثر جفافا، درايست الأكثر جفافا. لكن طبعا هون لازم أحط قبليها ذا ذا ذا، أنا اختصارا ما حطيتها ذا، معناتها ال. الآن هوت حار، أكثر حرارة hotter، الأكثر حرارة the hottest. cold بارد، أبرد أو أكثر برودة colder، الأكثر برودة أو الأبرد the coldest. كبير big، أكبر bigger، الأكبر the biggest. صغير small، أصغر smaller، الأصغر أو الأكثر صغرا the smallest. لاحظوا ترى على فكرة في اللغة العربية احنا ممكن نحكي مثلا أبرد، ممكن نحكي أكثر برودة، نفس الشيء. ممكن نحكي الأبرد أو الأكثر برودة كمان نفس الشيء. فالترجمة اللي بتبيها ما فيها مشكلة، المهم انه كيف نستخدمها في اللغة الإنجليزية. طيب بإيش راح تفيدنا هاي؟ راح نعمل جمل، وهذا المطلوب منا في التمرين أو الاكسرسايز نمبر 2. مطلوب مني أعمل جمل باستخدام big, small, hot, cold, wet وأيضا dry اللي هاي معانيها موجودة عندي هون. بدي أستخدمها عشان أتكلم عن بعض المدن في الأردن، مثلا زركة. أوكي، بدي أتكلم عن بيترا، أتكلم عن عمان. أوكي، بدي أتكلم أيضا عن ماذا؟ أتكلم عن أكبة، العقبة، إربد ووادي رم. أوكي، ايش المطلوب مني هون؟ اعمل جمل، جمل مقارنه وجمل مفاضله. طبعا الاجابات اللي عندي راح اعطيكم اياها هي جواب اجوبه مقترحه، يعني ممكن انتم تالفوا جمل مثل ما بدكم، المهم تكونوا ضمن هاي الصفات وضمن هاي المدن المذكوره عندنا. مثلا نيجي ناخذ مثال وحتى الامور تتوضح باذن الله. كيف احكي عمان اكبر من اربد؟ بدي احكي عمان اكبر من اربد. اول شيء عمان هي امان، بعدين بحكي is. ليش؟ لأنه بدي أخبر عنها بشيء. دائما في اللغة الإنجليزية بين المبتدأ والخبر، يعني لما بدي أخبر عن شيء بستخدم is أو are أو غيرها من الأفعال به. عمان is. نيجي كبير، ما معنى كبير؟ big.
بس أنا ما بدي كبير، بدي أكبر، بدي أكبر. هاي صيغة مقارنة صح؟ فبضيف ER. طبعاً بضيف الجي. ليش أضفت الجي هون؟ أنا ما بدي أخربطكم، ما بدي أعطيكم تفاصيل كثير، بس لاحظوا بيج مقطع واحد، لما تحكيها مقطع واحد أوكي، تحكيها مقطع واحد، الحرف قبل الأخير حرف الآي حرف علة، بهاي الحالة بنكرر آخر حرف bigger. طيب إذا bigger أكبر من إربد، ما معنى من معناتها ذان. طب ممكن شخص يحكي طب أستاذ ما هي from معناتها من، ليش ما حكينا from؟ بحكي إنه عند المقارنة، وانتبهوا لهذه الملاحظة المهمة جدا، عند جمل المقارنة بستخدم ذان عشان أعبر عن كلمة من، وخطأ أحكي from. إن شاء الله تكون وضحت، وممكن تكتبوا هاي الملاحظة في الدفتر. ذان من إربد، ما معنى إربد؟ نفسها إربد، وهي إربد. أوكي؟ صار عندي a man is bigger than إربد. طبعاً هاي صيغة مقارنة، لاحظوا قارنت بين عمان وبين إربد، صيغة مقارنة آخرها ER. طيب هسا عندي عمان هي المدينة الأكبر، هاي صيغة مفاضلة، مفاضلة يعني عمان أفضل مدينة من ناحية الكبر، رقم واحد تيجي من ناحية الكبر، هاي اسمها مفاضلة، هاي بستخدم إيش؟ العمود الثالث من الصفات. طيب أول شيء نأتي عمان، ما معنى عمان؟ بدي أحكي عمان is، هي هون وكانها is إجا معناها هي. طيب عمان المدينة الأكبر، في الإنجليزي طبعا لاحظوا الأكبر بتصف المدينة، راح أحكي الأكبر بالأول، ما معنى الأكبر؟ the big، إيش أحكي the bigger ولا the biggest؟ أكيد the biggest الأكبر، المدينة city. أوكي صار عندي Amman is the biggest city. شوي شوي مع تأليف جمل أكثر راح تصير الأمور أوضح وأسهل إن شاء الله، بس المهم إنكم تحاولوا، حاولوا تحكوا قبل ما أحكي. لا الزرقاء، ما معنى الزرقاء؟ طبعا زركا، راح احكي از، زركا از اصغر. هل تعرفوا شو معنى صغير؟ اول شيء صغير معناته سمول، اصغر سمولر. من شو معنى ذن؟ لما اقارن ذان. عمان امان، شو صار عندي؟ زركا از سمولر ذان امان. طيب كويس، كيف أحكي البتراء أكثر حرارة من إربد؟ حاولوا تحكوا قبلية، وإذا كان في عندكم مجال توقفوا في الفيديو تكتبوا الجملة الإنجليزية على ورقة وقلم بيكون أحسن بكثير. البتراء بترا is أكثر حرارة، يعني أحر. هاي مقارنة ولا مفاضلة؟ أكيد مقارنة، لو مفاضلة كان حكينا الأكثر، مقارنة. ما معنى حار؟ hot، أكثر حرارة hotter. ليش التي كررناه يا أستاذ؟ نفس الإشي، هوت مقطع واحد والحرف قبل الأخير حرف علة، فعشان هيك بكرر آخر حرف وضيف ER. بترا is hotter أكثر حرارة من، إيش معنات من؟ than. إربد نفسها إربد، وهي إربد. أوكي طيب نأتي إلى 5 العقبة. طبعا مثل ما حكيت لكم من أول، ممكن شخص ثاني يعمل جمل مختلفة شوي عن هاي، المهم أنه يستخدم هاي الصفات ويستخدم هاي المدن. العقبة أكثر حرارة من الزرقاء، هاي مقارنة بين العقبة والزرقاء من ناحية صفة الحرارة. العقبة وهي أكبا، إيش لازم أكتب هون؟ أكيد is. بعدين أكثر حرارة hotter من than الزرقاء زركا. أوكي تصور الأمور إن شاء الله صارت واضح كثير. طب خلينا نشوف الجملة السادسة، العقبة هي المدينة الأكثر حرارة. العقبة احكوا لي شو لازم أكتب؟ أكبا، أكيد حكيتوا إز. المدينة الأكثر حرارة، تذكروا الأكثر حرارة لأنها بتصف المدينة، فراح أستخدم الأكثر حرارة أول. شو معنى الأكثر حرارة؟ ال ذا أكثر حرارة hottest. أوكي ما حكيت أكثر الأكثر، فبحكي the hottest اللي هو العمود الثالث المفاضلة. أكبا is the hottest مدينة city. أكبا is the hottest city. طيب الآن إربد أبرد من العقبة، هاي مقارنة، شو لازم أكتب؟ إربد
فعلوا معي أبرد is colder من than أكابا. أوكي هل بتلاحظوا أمور صارت أسهل؟ طيب إربد هي المدينة الأبرد مفاضلة هاي مفاضلة. طيب ولاحظوا الأبرد لازم أحكيها بالإنجليزي قبل المدينة. طيب كيف أحكي إربد هي؟ إربد is المدينة الأبرد the coldest city. أوكي city Erbid is the coldest city. هون في عندي مقارنة بين Erbid والعقبة من ناحية الرطوبة. رطب معناتها wet. شو لازم أكتب؟ Erbid. Erbid إيش؟ is أكثر رطوبة wetter من العقبة than أكابا. أوكي. نأتي إلى هنا. طبعاً كثرة الجمل هاي إلها فائدة كبيرة تثبيت وسرعة استحضار الكلمات وسرعة استخدام القاعدة اللي حكينا عنها. العقبة أكثر جفافاً من الزرقاء. لقولوا لي شو لازم أكتب؟ أكابا is جاف ماتها dry صح؟ أكثر جفافاً drier. لكن فيه ملاحظة إملائية لأنه آخر حرف Y أنا بدي أضيف ER آخر حرف Y وقبل الواي R مش حرف علة حرف ساكن الواي بتصير EI بعدين بضيف ER. لاحظت شو سوينا؟ الواي قلبناها لI. السبب إنه في قبليها حرف ساكن. أوكي بضيف بعدين بضيف ER صارت أكثر جفافا من than زرقاء من الزرقاء. هاي الاستثناءات شوي شوي بتصير أبسط وأسرع إن شاء الله. العقبة هي المدينة الأكثر جفافاً مفاضلة. احكوا لي كيف أترجمها. أكابا is the الحقيقة الأكثر جفافاً مش العقبة. خلونا هنا أعمل تعديل. وادي رم وادي رم وادي رم هو الأكثر جفافاً. ما في داعي نحكي مدينة هو الأكثر جفافاً. إذا نزلنا هون رح نلاقي في عندي من الخيارات وادي رم. أوكي فهون نحكي وادي أوكي عفواً خلينا إنجليش أوكي خلينا إنجليش وادي رم. أوكي مرة ثانية وادي رم هو الأكثر جفافاً. شو أكتب؟ وادي رم is the الأكثر جفافاً جاف معناتها dry. بقلب الواي إلى I بعدين أضيف EST the driest. وادي رم is the driest. طيب تمام. قبل ما نكمل في ورقة العمل اللي هي موجودة في كتاب المعلم وهي موجهة لكم راح تلاقوا في صندوق الوصف راح أحط لكم هاي الجمل العربية بس العربي عشان أنتوا بعد ما ترتاحوا وتشوفوا حالكم فاضيين تروحوا على صندوق الوصف مرة أخرى أو تنقلوها على دفتر الإنجليش بعد الفيديو ولما تشوفوا حالكم فاضيين تنقول ترجموها للإنجليزي. أوكي نأتي الآن إلى ورقة العمل. ورقة العمل هاي مهمة كثير حتى الواحد يصير في عنده ممارسة أكثر للغة. أول شيء راح أمشي كل شيء على الشاشة. أوكي تمام. إذا ما كنتوا لحد هسه مشتركين في القناة يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس. إذا شايفين الفيديو مفيد بعد ما يخلص الفيديو لا تنسوا تعطوا إعجاب وتشاركوا هذا الفيديو بالواتساب أو غيره تعملوا المشاركة قدر الإمكان وتشجعونا في تعليق بسيط. طيب في عندي كلمة fast. تعرف ما fast؟ سريع وslow بطيء. الآن نعتبر أنه أول واحد هو أحمد بدي أستخدم fast بدي أحكي مش أحمد سريع أحمد أسرع. فشو راح أكتب يا ترى عشان أقول أحمد أسرع؟ راح أقول أحمد is faster. هيك تعلمنا صح ولا؟ أحمد is faster. طيب تامر نعتبر أنه تامر slow بطيء بدي أحكي تامر أبطأ. كيف أسويها أبطأ؟ is slower. لاحظتوا كيف؟ المطلوب أنه هون فقط مقارنة فقط مقارنة big و small. the frog هي الفرق هذا هو الفرق. فإيش أحكي؟ the frog is
big ولا small؟ أكيد small. smaller أصغر. في عندي the elephant الفيل. كيف أحكي الفيل أكبر؟ is bigger. ضعفت عفوا. أوكي هنا أيوة bigger. أكرر الجي لأنه قبلها حرف إلا. أوكي تمام أمور سهلة. في لسه بدنا ننزل كمان شوي. أوكي خلينا ننزل شوي للأسفل. هنا في عندي كمان صورتين. هذول آخر صورتين. أمسح الشاشة. أوكي ممكن بعد ما أخلص أنا أنكم ترجعوا بفيديو قبل لما لحد ما الشاشة كانت فاضية حتى أنتم تحاولوا تحلوا لحالكم. في عندي hot حار. cold بارد. the coffee القهوة أحر يعني أكثر حرارة. بحكي the coffee كيف أحكي أكثر حرارة؟ is hotter. وهي نقطة. طيب الآيس كريم، هاي الآيس كريم كيف أحكي cold بارد؟ كيف أحكي الآيس كريم أكثر برودة؟ is colder. جميل. طيب wolf في عندي كلمة young يعني صغير في السن و old كبير في السن إذا بتتذكروها مرت معكم يعني young صغير في السن old كبير في السن the wolf. الwolf هياته اللي هو الذئب طبعا هو أصغر في السن. كيف أحكي أصغر سنا؟ is young. عفوا هكا أوكي young بضيف لها ER صارت younger. أوكي طيب الأسد كيف أحكي أكبر سنا؟ is older. لاحظتوا كيف؟ لا تنسوا بعد ما يخلص الفيديو تنزل على صندوق الوصف في روابط مهمة كثير بتفيدكم كمان في واجب. أستاذ رائد المساعد يحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.